السلام عليكم. ازيكم؟ اهلا. مرحبا. السلام عليكم. شلونكم؟ اهلا بكم. صباحو. مرحبا. اهلا وسهلا. قمصتا. صبحتم الله بالخير. حياكم. Good morning. تعرفون أن 70% من المشكلات الإنسانية في العالم سببها انعدام الأمن. تعرفوا كمان أن الفقر هو السبب الرئيسي للمشاكل الاجتماعية والنفسية والصحية؟ تعرفون أن في العالم كله في 1.6 مليار شخص عطشان؟ وفي كمان 795 مليون شخص في العالم جوعان. الأعاصير والفيضانات والزلازل كلها بتصير بدون إنذار، عشان هيك لازم نكون متحضرين لحالات الطوارئ والكوارث. لازم نتصدى لمشكلات الجوع والعطش عن طريق استدامة العطاء. لازم كمان نكافح الفقر عن طريق استدامة الإحسان. لازم يكون العمل التطوعي أسلوب الحياة بالنسبة لنا من خلال مؤتمر ومعرض DIHAD. بدنا نفكر مع بعض عن ملايين من البشر اللي همهم في الحياة إنه يضلوا على قيد الحياة. تعالوا معانا في عام زايد نخطو خطى والدنا زايد، ونمد يد العون والإحسان لكل محتاج في جميع البلدان. شكراً لكم.